هدف من حلقتنا هنتكلم في نقطتين مهمين جدا. أول نقطة هنقرب شوية من مزمور 22، هنقرب شوية من المصلوب ونتأمل في آلامه وهنشوف أنواع آلامه اللي مر بيها. الحاجة التانية ومهمة جدا، عايزين النهاردة نعرف كان ليه لازم زي ما قلنا حتمية في النقطة الأولانية، حتمية وضرورة الألم، لكن عايزين نسأل طب ليه حتمية وضرورة الألم؟ كان ليه لازم المسيح يتألم من أجل إتمام خلاص البشرية؟ وإحنا في اللحظة دي أحب إن أنا أرحب بضيف الحلقة، ضيفي الكريم وأخي القسيس هاني باسيلي اللي هيكون معانا في الحلقة دي، وإن شاء الرب وعشنا في حلقات تانية، فبنرحب بحضرتك معانا في الحلقة دي. أشكرك جدا وأنا مبسوط إن أنا أبقى معاكم خالص. ربنا يباركك، وإحنا نتمنى إن إحنا كمان نشوفك معانا في حلقات قادمة إن شاء الرب. ربنا يرتب لنا كل خير. آمين. زي ما قلنا النهاردة إحنا عايزين نقرب، عايزين نقرب شوية من المزمور ده، مزمور 22. عايزين نقرب ونشوف ايه قصة المزمور ده، لانه نسبة كبيرة من اللاهوتيين والباحثين والمفسرين اطلقوا على المزمور ده بالذات اسم الانجيل الخامس. فايه رأيك في التسمية دي؟ الحقيقة انه المزمور ده فعلا بيحمل رسالة الانجيل، وزي ما يكون قدس الاقداس بتاع المزامير والعهد القديم. يعني مزمور بيشاور بوضوح على الرب يسوع، والنقطة كمان انه كاتب هذا المزمور هو داود النبي، وكتب المزمور ده من 1000 سنة قبل مجيء المسيح، لكن المزمور وهو بيكتبه وكأنه بيرى الصورة بوضوح، بيصف الآلام بترتيبها، بيصف حتى أدق التفاصيل انهم اقترعوا على ثياب الرب. فدي حاجة مش ممكن أبدا، مش ممكن أبدا شخص يعملها بلا أنه يكون فعلا روح الله وراله مشهد مسيطر عليه. الكلام اللي كتبه في تفاصيل دقيقة جدا، والمزمور بيحمل رسالة الإنجيل الكاملة، بيحمل موت المسيح، إزاي المسيح مات لأجل خطايانا، وإزاي في الجزء الثاني من المزمور أقيم لأجل تبريرنا، وبيحمل كمان صورة انه قيامة المسيح ازاي كان ليها ثمر، انه ناس بقى هترجع الى الرب وتذكر الرب بكل اقاصي الارض، ازاي انه ده كان مثمر. فالمزمور وكأنه فعلا زي ما حضرتك قلت كده انه جزء من العهد الجديد، اكنه اصحاح بنقراه في العهد الجديد عن عملية الصلب. بالظبط كده، انا يعني بشاركك بنفس الرأي، لأنه بصراحة يعني قصة داود نعرف عنها من كتب في العهد القديم، صمويل الأول وصمويل الثاني وملوك الثاني وأخبار الأيام الأول والثاني. لو نرجع للقصة كاملة من بدايتها لنهايتها، أنا مش فاكر إن أنا شفت في مرة إنه قال إن أنا هتصلب، أو إنهم هيدقوا في إيديا أو رجليا شيء، أو في مرة مثلا قالوا ان انا جردوني من ثيابي، او اتحطيت في موقف مهين، او حاجه زي كده، مش كده؟ فايه رايك انت في كده؟ انا مظبوط كلامك طبعا. الكتاب المقدس في قصه داود مفيش اي تفاصيل تبان انها بتقترب من اللي هو بيوصفه ده. وداود قعد مطارد من شاول فتره حوالي 8 سنين، والكتاب بيحكي تفاصيل هذه الفترة، لكن في المطاردة دي ما قالش خالص انه تعرض من شاول او من ابنه اللي كان بيطارده، انه تعرض لحاجة مثل حاجة زي دي. فطبعا طبعا داود المزمور ده مش ممكن ابدا يكون عن داود، لكن هذا المزمور بيتكلم عن شخص تاني. وان كان داود بيصف الامه او بيحاول انه يتكلم عن انه ظروف صعبه مر بيها، لكن وكان الكاميرا الالهيه تحولت من على داود الى الرب يسوع اللي مصلوب على الصليب. رائع. يبقى هنا في تدخل طبعا بالنبوه، في تدخل بالروح القدس بروح النبوه لاظهار امور
كان يكتب عنها، وهو كان بيكتب عنها عن شخص تاني هيجي في يوم من الايام لكن مش هو. وطبعا احنا شفنا ده بيتحقق بالكامل في قصة صلب الرب يسوع. لكن حاجة تانية انا برضو عايزين نتكلم فيها، لو لاحظت معايا عدد 12 وعدد 13 وعدد 16 قال لنا اشار لبعض الحيوانات اللي ما شفناهاش في الصلب، يعني ما شفناش الحيوانات دي في صلب المسيح، زي مثلا ثيران باشان اللي هي قوية دي وثمينة، زي أسد بيستعد للهجوم، زي كلاب أحاطت بيه. ف يعني اشمعنى الكلمات، اشمعنى الحيوانات دي يعني استشار بيها كاتب المزمور، كان قصده ايه يعني؟ كاتب المزمور فعلا زي ما قلت حضرتك انه ابتدى بالثيران، قال احاطت في عدد 12 احاطت بي ثيران كثيره اقوياء بشان اكتنفتني. الجزء اللي بيتكلم عليه الكتاب هنا منطقه اسمها بشان. بشان دي كان فيها مراعي خصبه جدا، وهذه المراعي كانت بترعى فيها الخراف والثيران والانواع الماشيه يعني. وكانت المكان ده لانه خصب جدا ولانه كان فيه عشب كثير، فكانت الحيوانات في هذا المكان متغذيه كويس وقويه جدا. فهو لما هنا بيقول ثيران كثيره اقوياء بشان اكتنفتني، عاوز يقول انه الثيران الوحشيه اللي موجوده، طبعا كان في ناس بترعى في الاماكن دي بثيرانها، لكن كمان كان في ثيران وحشيه في هذا المكان، وانه هذه الثيران وكانها حوطته. واحنا عارفين طبعا ان الثور بيعبر عن القوه، فعندنا مثلا مصارعه الثيران، ففي مصارعه الثيران تلاقي الثور ضخم وقوي ويبقى عاوز يهجم على الفريسه وعاوز يفتك بيها ويضربها بقرونه القويه. فالصوره هنا بتمثل اعداء اقوياء عاوزين ينالوا من الرب، وما بيقولش طور، بيقول ثيران كثيره، زي قطيع من الثيران جاي عاوز يفتك بيه. ومرة تانية يتنقل لي زي ما ذكرت انه فغروا علي افواههم كأسد، فمش بس ثور جاي صرعه ويفتك بيه، لكن كمان اسد جوعان متعطش الى الدماء والى انه ياكله. فصور الاعداء اللي كانوا شكلهم الحقيقة انه الناس اللي هو كان بيتكلم عنهم دول كانوا اشخاص دينيين، يعني كانوا الكهنة والفريسيين والكتبة، وكان منهم طبعا الجنود وكده، لكن ممكن تبقى شخصيات تبدو انها جيدة، لكن هي في الكتاب بيقول عليها ان الرب في الوقت ده بيوصفها بانها كأسود جاية تفترسه عاوزة تاكله. واخر جزء فعلا زي ما قلت حضرتك في عدد 16، لانه قد احاطت بكلاب جماعة من الأشرار اكتنفتني. وداود بيصور منظر خارج المدن، المدينة كان بيبقى ليها أسوار، وخارج المدينة في الوقت ده مش كل الكلاب كانت بتبقى كلاب أليفة، لكن كانت بتبقى فيه كلاب بتعيش في جماعات، والكلاب دي بتبقى شرسة وبتبقى بتدور على أكل. فهو بيوصف منظر أنه أكنه هذه الكلاب المتوحشة عملت دايرة وهو في وسطها، وهذه الكلاب أحاطت بي، وهذه الكلاب عاوزة تفترسه. والحقيقة أنه زي عمل قسمين من الأشخاص اللي كانت واقفة حول الصليب. القسم الأولاني اللي هم كانوا في حالة عداء شديد، الثيران والأسود اللي كانوا أسلموه واللي رايحين ينفذوا فيه هذا الحكم، والقسم الثاني الناس اللي كانت بتسخر ومتفرجة، يمكن كلاب أقل في القوة لكنها ما زالت عندها نفس التعطش للدماء، وأنها تأذيه وتقدمه كذبيحة. يعني نقدر نقول انه كانت صورة مأساوية. صحيح. لانه تخيل معايا اذا قلنا التشبيهات دي، يبقى اذا الشخص اللي موجود في الموقف ده عارف انه لا محال، ما فيش ليه، خلاص هيموت. ف
فصورة واضحة آلام جسدية لوجودهم، وكمان آلام نفسية، لأنه تخيل أنت موجود في مكان وعارف إن في ثيران بتستعد ليك، وعارف إن في أسد جاي لك وكلاب بتحيط بيك زي ما بقول كده بتتشمم طريقها عشان تاكل. فمنظر في آلام شديدة جدا، قساوة جامدة جدا. وما تنساش كمان أنا وده اللي أنا برضو عايزين نتكلم فيه، في الأول خالص قال إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إذا كان عنده شعور إنه الله مش موجود، يبقى إذا الصورة المأساوية اكتملت، اترسمت بشكل يعني صعب جدا إحنا نوصفه بيه، غياب الشعور بغياب الله، قساوة الأعداء اللي حواليه وقوتهم وبطشهم بيه، وفي نفس الوقت آلام نفسية نتيجة الاستعداد للموت، لأنه دي لحظات بتموت. فهل تعتقد أنه مزمور 22 رسم صورة مأساوية بهذا الشكل فقط، ولا ادانا صورة تانية، ولا إيه رأيك في الموضوع؟ أسيس نشأت زي ما حضرتك قلت كده، أنه المسيح مر بأنواع من الآلام مختلفة في الصليب، وزي ما قلت برضو أنه أول نوع من الألم هو عانى منه هي الألام الجسدية، فهو قبل حتى الصليب، قبل ما يتعلق على الصليب، الرب يسوع جلدوه. والكتاب لما نرجع للتاريخ الروماني ونشوف الجلدات دي، كان عبارة عن سياط عصا وفيها زي سيور، وهذه السيور في نهايتها كرات من الرصاص أو عظام حيوانات، وجلدوا الرب 39 جلدة. ويقولوا الناس اللي كانت المؤرخين عن الناس اللي كانت بتجلد في الوقت ده، أنه كانت أحشائها، لأنه كان بيبقى موطي والجلدات جاية من ورا، فكانت الصياد دي بتيجي على بطنه ويروحوا شادين العصا اللي في إيديهم، فكانت الصياد دي بتقطع بتمزق البطن بتاعته أحشائه، وجلده كان بينسلخ من عليه الشخص اللي بيتجلد. ويقولوا أنه في ناس أثناء الجلد كانت بتموت لأنه أحشائها بتنسكر وبتموت. فتعرض لجلدات صعبة، تعرض لأنه بعد ما اتجلد شال صليب وزنه من الخشب تقيل جدا ومشي بيه مسافة طويلة لحد الجلجسة، تعرض أنه اتحط على رأسه تاج من الشوك، يعني لسخرية الموقف، أنه الأشخاص اللي هم حطوا على رأسه تاج من الشوك دي قبليها بعدة إصحاحات لما دخل أورشليم كانوا عاوزين يعملوه ملك، لكن تحول المشهد من أنه عاوزين يعملوه ملك إلى أنهم بيستهزئوا به، أنه هو عاوز أنه قال على نفسه أنه هو ملك اليهود. وبعديها لما اتحط على الصليب، لو نقرأ في التاريخ، المسامير اللي كانوا يدخلوها في جسمه، مسمار طوله 15 سنتي بيدخل في جسمه في إيديه ورجليه، وقعد 6 ساعات على الصليب. في ال6 ساعات دول بيعاني فيهم من الألم، من كل اللي مر بيه ده، ومن شدة العطش، جسمه حصل له فقد للمية، ومن سخرية الناس اللي معدية حواليه. لسانه زي ما بيوصف المزمور هنا، انه يقول كده يبست في عدد 15، يبست مثل شفقة قوتي، يعني زي قطعة من الطين اللي هي الصلصال نشفت من المية اللي فيها وأصبحت نشفة، ولصق لساني بحنكي، يعني من كتر العطش لسانه لزق بحنكه. فألام شديدة جدا تعرض ليها الرب، سقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي، من كتر ما هو محطوط على الصليب على الخشبة، جسمه العضلات ما بقتش قادرة تحتمل، ابتدت تظهر العظام وكأنهم يقدروا يعدوا هذه العظام. منظر صعب جدا وهم ينظرون ويتفرسون فيه، ألام صعبة جدا جسدية عدى بيها الرب في الحقيقة. لكن زي ما حضرتك قلت برضو،
انه هو بس ما عداش بالام جسديه، لا ده عدى بالام نفسيه. والمزمور هنا بيوصف الالام النفسيه اللي عدى بيها الرب. شوف حضرتك معايا في عدد 6 يقول: اما انا فدوده لا انسان. الدوده دي الشخص يدوس عليها تتمزق، فهو كان حاسس نفسيا ان هو زي دوده ضعيف مش قادر انه قصاد الاشخاص الشرسه دي انه يعمل حاجه، رغم انه ده رب المجد اللي قال قبل كده، قال لبطرس انا اقدر اطلب 12 جيش من الملائكه، اكثر من 12 جيش من الملائكه، يعني لو عاوز انهي الموضوع ده كله. لكن هو اختار بارادته انه يعرض لهذا الامر الصعب. اما انا فدوده لا انسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي. لا تموت وسخروا مني، خلص اخرين. لو انت قادر، لو انت خلصت اخرين ما تخلص نفسك. عدد 18 اذكر برضو جزء يقول: يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. ادم لما اخطا عرض البشريه للعري والعار، عار الخطيه. الشخص بقى بيشعر بانه خاطي، شاعر انه في شيم، في عار على حياته. الرب هنا اتعرى وشعر بهذا العار، اتحط بلا ثياب، كان متعلق بلا ثياب على الصليب، والناس بتسخر منه. لكن آدم عمل كده وجاب العار لينا والإحساس بالخزي. لكن الرب تعرى لأجل أنه الثياب بتاعته تستر آخرين. على ثيابي اقترع، يعني أخذوا الثياب بتاعته، وزي الرب سترنا بيها. فألام زي ما حضرتك قلت نفسية صعبة جدا. وآخر جزء بسرعة، أنه قال زي ما حضرتك بديت برضو في بداية المزمور: إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري. هنا النوع الثالث من الألم اللي بيبينه المزمور، وهي الألام الكفارية. إزاي أنه الرب يسوع الإنسان الآب حجب وجهه عنه، فكان دائم الشعور بحضور الله، لكن في الوقت ده وكأنه بيصرخ. هو عارف، عنده إيمان وعارف أنه الله بجنبه، لكن إحساسه بحضور الله ذهب. ومش بس كده، لكن كمان الغضب الإلهي أتى عليه بسبب الخطية اللي حملها بدلنا. فالرب البار اللي ما فعلش ولا خطية، القدوس، احتمل كل خطايا، حمل كل خطايا البشر. يقول الكتاب عليه صار خطية لأجلنا. رائع. وفعلا تشبيهات جميلة، وعمالين نقرب، عمالين نقرب من الصليب، عمالين نقرب من الألام، ونتعرف على مستوى أعمق من اللي احنا حتى كنا نعرفه من خلال مشاهد الصلب اللي معمولة في الموفي، لكن بنقرب أكتر. لكن زي ما المسيح له كل المجد، مات بعد الموت في قيامة، مش كده؟ ده حقيقي. والجزء المأساوي ده، الصورة اللي الألام النفسية والجسدية صراحة يعني حتى لو واحد تخيل انه ممكن يكون في المشهد ده يخاف يقرب من المشهد ده، مشهد رهيب، ألام رهيبة لا يستطيع العقل أن يدركها. لكن بتهالي انه الألام دي كانت زرع، كانت تمن لأمجاد جاية، مش كده؟ فهل المزمور بيتكلم فعلا عن بعد الصورة الرهيبة دي، هل بيتكلم عن 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 أمجاد جاية؟ أيوة طبعا، صح، مظبوط. وبطرس قال كده: الألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. يعني الألم عمره ما كان هو النهاية، وعمره ما كان هو الهدف، لكن في بعد هذا الألم مجد عظيم. الرب يسوع في المزمور ده، داود ما كتبش بس عن ألم الرب، ما أنهاش الصورة بالطريقة دي، لكن كمان كتب عن قيامة الرب. فنشوف هنا في عدد 21. أستسمحك في مكالمة معنا ونسمعها ونكمل مع بعضين. طيب معنا مكالمة. ألو، مساء الخير. ألو، أهلا.
انا دكتور مايكل معاك يا سيدي. اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ مساء الخير. مبسوطين نسمع صوتك. انا دكتور مايكل. انا مبسوطين اسمع مبسوطين نسمع صوتك يا دكتور. الله يخليك، ميرسي خالص. احب اشارككم بشويه نقط. طيب. الحقيقه مزمور 22 ده حكايه. يعني ممكن الصوت يعلى شويه، انا مش سامع قوي. مزمور 22 ده يعني حكايه كبيره، يعني مش ممكن. واحد بيوصف حاجات هتحصل في المستقبل تفصيليا. وزي ما احنا عارفين ان في جزء ثاني وانبياء العهد القديم. الو. والامجاد التي بعدها. ايوه. وما نستغربش برضو ان الملاك لما يقول ليوحنا ان شهادة يسوع هي روح النبوة. صحيح. ايوه. لو حد الصوت بيقطع شوية. يعني الصوت بيقطع، مش عارف اذا كان، معلش، لو انت لسه معانا على الخط يا دكتور مايكل. انا معاك. حاول تعيد تاني من وخلي لو انت في مكان الارسال فيه مش كويس، يمكن في تقطيع من صوت التليفون. احنا وقفنا هنا، مش ما عدناش سامعين بعد كلمه شهاده الرب يسوع هي روح النبوه. ممكن بعد كده تكمل؟ فاحنا لو طبعا الـ يعني الكلام ده بالنسبه لداود نفسه يعني غريب، لانه ما حصلش حاجه معاه زي كده، وخاصه لما قال مثلا في مزمور 37 ايضا كنت فتى وقد شيخت ولم ارى صديقا تخلى عنه. يعني داود نفسه عمر ما حد تخلى عنه. فبالتالي ده مش اختبار داود، ده اختبار المسيح على الصليب. تمام. لو حبينا نقسم بقى مزمور 22 لسبع اجزاء، سبع بارت مختلفه، فهنلاقي ان الايه الاولى اللي هي الهي الهي لماذا تركتني، دي كان قالها المسيح في متى 27 وايه 46. الايه من 6 ل 8 على بتحوي على تحكم البشر ليه. الآية من 11 و 12 يعني نقول إن ضعف أو قلة المعونة البشرية عن القدوس المتألم. الآية 16 عن صلبه. الآية 17 نظرة الناس لي. والآية 18 اقتسام ثياب المسيح. وآخر حاجة الآية 22 عن حضور المسيح وسط التلاميذ. انا عايز اعمل برضو، عايز اقول نقطه برضو بعيده عن مزمور 22. اتفضل. لو الحقيقه في مزمورين تاني مهمين جدا مع مزمور 22، اللي هو مزمور 22 و23 و24. طبعا. الثلاثه بالترتيب 22 و23 و24 بيتكلموا بالترتيب على ألقاب الراعي وهو السيد المسيح. 22 بيتكلم عن الراعي الصالح، و23 بيتكلم عن الراعي العظيم. انا فعلا بيتكلم على بيت الراعي ده رائع. انا فعلا، وده هيجي وقت ونتمنى بمتابعتك معانا الحلقات هنتكلم فيه. احنا فعلا النهارده احنا بنتكلم عن الام الرب يسوع. انا طبعا معاك وبشكرك، دراسه رائعه، وانا مبسوط ان انت متابع معانا. وفعلا انت عملت تقسيمه جميله. اتمنى ان المشاهدين اللي بيسمعوا يكون ده كمان يقدروا ياخدوا النوتس دي. فعلا احنا بس هو النهارده احنا بنتكلم عن الام الرب يسوع. اكيد. بشكركم وربنا يبارك خدمتكم. ربنا يباركك واشكرك على المداخله الجميله، وننتظرك في مداخلات تانية. فعلا بنحب مشاركتك، وربنا يسمح لنا ان احنا نسمع منك في الاسابيع اللي جايه. الرب يباركك. اكيد. سلام. مع الف سلام. الرب يباركك. طيب، فحضرتك كنت بتكمل، احنا بنتكلم عن الصوره بقى. احنا عايزين نقول ايه؟ يعني يوم الجمعه
العظيمه، او الناس بيسموها الجمعه الحزينه. عايزين نتكلم ما بعد الاحداث دي. ايه الصوره اللي قايلها لنا مزمور 22 عن ما بعد هذه الالام الصعبه جدا؟ في مزمور 22 في الايه 21 بيقول: خلصني من فم الاسد ومن قرون بقر الوحش، استجب لي. وكلمه استجب لي دي في الاصل بتاعها انه استجبت لي، يعني انت حققت لي الصلاه بتاعتي. فزي قسم المزمور انه كان الجزء الاولاني بيوصف الحاله، بعدين كان بيصلي قال له لا تتباعد عني في عدد 11، ورجع في عدد 19 قال له برضو اما انت يا رب فلا تبعد، لكن في عدد 21 تحقق التدخل الالهي. فهنا بيجيب لنا صوره لقيامه الرب. خلاص الرب استجاب، الآب استجاب له وأقيم من الأموات. وبعديها على طول يقول بقى القيامة دي كان ليها نتائج، ليها ثمار. ففي عدد 22 يقول له: أخبر باسمك إخوتي في وسط الجماعة أسبحك. بيتكلم إن هو قام وإن هو بقى في وسط جماعة، في وسط شعب الله، في وسط التلاميذ، وبيخبر باسمه، باسم الله الآب، إخوته، وبيسبح مع الجماعة العظيم. وفي عدد 27 يقول كده: تذكر وترجع إلى الرب، تذكر وترجع إلى الرب كل أقاصي الأرض. يعني الثمر ما بقاش بس انه اخبر مجموعه من الـ 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 الناس القليلين، لكن او التلاميذ مثلا. اما قام قال قابل مريم قال لها روحي قولي لاخوتي. فاول احداث بعد القيامه كان انه عاوز يوصل لهم الرساله انه صحيح مريت بامور صعبه، صحيح كان في الام، لكن في قيامه عظيمه. وزي ما هنا كاتب كده: أخبر باسمك إخوتي، هو قال لمريم روحي قولي لإخوتي إن أنا قمت. وفي العدد 27 يقول أنه تذكر وترجع إلى الرب كل أقاصي الأرض. الثمار بقى عظيمة جدا، ثمار للقيامة، نفوس ترجع، ناس كانت في الخطية تتحرر من الخطية وتتنقل من الموت إلى الحياة، ناس كانت مقيدة بأمور صعبة في حياتها، قيود. قيامة المسيح الروح اللي أقام يسوع من الأموات يقيمها من الضعف اللي هي فيه، ينقذها من القيود الخطية اللي هي مكبلة بيها. نتائج عظيمة للصليب. رائع. والقيامة. رائع. هنرجع تاني، أنا عايز كنت أقول حاجة قبل ما ننقل هنا، بس أنا جالنا تليفون هنسمعه. بس ياريت نرجع تاني للآية 27 لأنه جميلة جدا. طيب احنا معانا تليفون تاني. ألو ألو، مساء الخير يا سيف. مساء النور، أهلا وسهلا. ممدوح حداد مع حضرتك. إزيك يا دكتور؟ إزيك يا دكتور ممدوح، أهلا وسهلا. ازاي صحتك؟ مبسوطين ان انت تعمل معانا مشاركه. ازاي حضرتك يا عزيز؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك حبيبي، كنت احاول اشترك معاكم بكلمه صغيره، مش عايز اقطع حديثكم الجميل. لا اتفضل. لا ده اتفضل حبيبي، اتفضل. تعيش حبيبي. انا بحب اشترك من رساله بطرس الثانيه الاصحاح الاول وعدد 20 و21. الرسول بطرس بيقول: عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم إنسان الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فأنا كنت عايز أأكد على الكلام والتفسير الجميل اللي قاله الأسيس هاني، أنه في المزمور ده يعني داود شاف معاناة كثيرة وكان مطارد من شاول ومن إبشالوم، لكن هنا كان هو مسوق فعلا من الروح القدس اللي أداله يعني ينقل بالزمن 1000 سنة لقدام ويشوف فعلا رؤية الصليب. لأنه فين في بعض الأشخاص يعني بتكلم معاهم بيقولوا لي ده ممكن يكون بيتنبأ عن نفسه. هو داود فعلا شاف مشاكل كثيرة وشاف أحداث كتيرة صعبة وناس كتير تخلوا عنه وأحاطت بيه ناس قاسية القلب وكل شيء، لكن فين ثقبوا إيديه؟ إمتى ثقبوا
ايدين داود امتى اقتسموا على ثيابه. ففعلا هنا داود النبي كان مسوق بالروح القدس، قدر ان هو ينتقل بالزمن 1000 سنة لقدام. وزي ما اخويا الدكتور مايكل قال وصف دقيق جدا جدا للاحداث، كانه شاهد عيان وكانه شايف الرب بيموت على الصليب من اجلنا، والرب بيقوم والقيامه بتكون بعد كده. ف يعني انا شايف انه فعلا تصور رائع ووحي رائع من الروح القدس لداود انه يديهوله بهذه الصوره. وكنز كبير حضرتك والقسيس هاني ربي يباركوا بتشاركونا بيه، لانه من اول ما بدا البرنامج ده احنا بنصلي انه يكون فعلا رؤيه واضحه للعهد القديم والناس اللي لسه ما انتبهتش لكم الكنوز اللي موجوده في هذا الجزء الهائل من الانجيل لا يمكن ان احنا نتركه. فبنصلي لكم أسيس وبنصلي للأسيس هاني الرب يديكم كلمة ونعمة عند افتتاح الفم ويكمل رسالتكم بالخير حبيبي. ربنا يباركك، شكرا ليك على المداخلة الجميلة دي. وأنا برضو أجين بنقول نتوقع مداخلات حضرتك في الأيام الجاية، لأنها فعلا بتشجعنا وبتعزينا وبنحس أنه في تفاعل كده. فربنا يباركك وشكرا للتعليق الجميل اللي حضرتك قمت بيه. الرب يباركك يا سيس، ربنا معاك. ربي يباركك. تعليقين جمال، يعني التعليقين اللي سمعناهم دلوقتي على فكرة وفي آية 27 احنا موضوع البرنامج بتاعنا، انا بس هرجع تاني للمزمور يبقى قدامي. موضوع برنامجنا الانجيل في العهد القديم. طيب ما هو ده الانجيل. احنا يعني لما بنتكلم عن وصف تفصيلي لدافع ثمن الخطيه اللي قام بيه رب المجد يسوع، طب ما احنا هو بنتكلم عن الانجيل. احنا لما بيتقال ان مزمور 22 ده ناس بيسموه انجيل، ما هو ده انجيل. ولما نتكلم عن الايه تذكر وترجع الى الرب كل اقاصي، احنا بنتكلم عن الوعد اللي قاله ربنا لابراهيم انه من نسلك هتتبارك جميع الأمم. إذا القضية مش قضية شعب معين أو شخص معين، ده إعلان الإنجيل، إعلان الخبر الصار، إعلان الخلاص لكل العالم، إعلان الخلاص لكل العالم. رائع، يعني عشان كده بس حبيت إن أنا أستوقفك عند الآية دي، لأنه بكل بساطة ده هدف البرنامج، ده معنى البرنامج. لأن الناس بتقول فين الإنجيل اللي في العهد القديم، فين الأخبار السارة اللي في العهد القديم. أعتقد النهاردة الآيات الجميلة اللي بنتشارك بيها بتقول إنه في إنجيل واضح جدا، في صليب مرفوع، في فداء للأمم، في رجوع لأقاصي الأرض، رجوع للرب اللي افتداهم بمحبته وافتداهم بدمه. أمين، كلامك مظبوط صح. طيب كده احنا النقطة الأولانية أعتقد احنا إلى حد كبير استوفيناها مع المشاركات الجميلة اللي جت. وكده يبقى احنا غطينا نقطة أولانية، حتمية وضرورة الألام، ألام المسيح. النقطة الثانية اتأملنا في قساوة هذه الألام وتنوعها من ألام نفسية أو جسدية أو كفارية، زي ما حضرتك اتكلمت في الموضوع ده. دلوقتي احنا عايزين نخش على النقطة الثانية، والنقطة الثانية برضو نقطة مهمة جدا، والسؤال اللي بيطرح نفسه كان ليه لازم الألام دي؟ كان ليه الاستفادة؟ لماذا كان يجب على المسيح أن يأتي ويموت؟ فأنا نحب في الجزء اللي باقي من الحلقة نحن نتكلم في الموضوع ده. أمين. الحقيقة أنه الرب يسوع زي ما ذكرنا من مزمور 22 كده، أنه كان لازم يتعرض لهذه الألام عشان يبقى ليها نتائج. وفي الحقيقة أنه في أسباب، عدة أسباب، سببين رئيسيين. السببين دول هم اللي قادوا الرب يسوع أنه يذهب إلى الصليب ويحتمل هذه الألام. والسبب الأولاني هو
محبة الرب يسوع لله الآب وخضوعه له. فهو أحب الرب الآب وخضع له. والسبب الثاني هو محبته للإنسان وإرادته أنه ينقذه. رائع، أنت كده لخصت. أنا بتهيألي أن النقط دي أكيد تحت منها نقط كتير، لأنه فعلا محبته لله وخضوعه ليه، محبته للإنسان دافع الرب يسوع إلى 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 الموت بالصليب. طيب خلينا نمسك النقطة الأولانية ونتكلم فيها، لأنه واضح إن الموضوع شيق، محبته للآب خضوعه له. طب نحب نسمع منك في الموضوع ده. محبته للآب دفعته إنه يستوفي العدل الإلهي. الإنسان أخطأ تجاه الله، وزي ما الكتاب بيقول الخطية هي التعدي، يعني إحنا تعدينا على شخص الله وعلى نواميسه، ووقفنا في موقف عداوة وتحدي لله، وده كان لازم يكون ليه نتائج. يعني في عدل، ما ينفعش انه الله يقول انا سامحتكم وخلاص كده، يبقى غير عادل. لازم انه أجرة الخطية الكتاب بيقول موت، فلازم يبقى في نتيجة لحد يحتمل هذه النتيجة. فالإهانة أو التعدي اللي وجه تجاه الله الآب ده كان لازم حد يشيل الثمن بتاعه. والرب يسوع لما جه شال هذا الثمن، دفع هذا الثمن علشان يحقق العدل الإلهي. وحابب أذكر بعض الآيات معا في هذا السياق. في روميا مثلا 3:19، رسالة روميا الإصحاح الثالث وعدد 19، بيقول الكتاب هذه الكلمات: نحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. الخطية لازم تجيب عدل، لازم يتم العدل فيها، لازم يحصل عقوبة للخطية. ما ينفعش انه واحد يخطي ويقول خلاص اصل ربنا سامحني، ربنا سامحني ان انا تعديت على، انا لو رحت عملت غلط ضد قانون كندا هيجي يقولوا لي اصل انت معلش سامحناك. لازم يبقى القانون ياخد فاذا كان العدل الارضي لازم يستوفى. ده لما واحد بيغلط في واحد ممكن الواحد ده يسامحه، لكن يقولوا له لا احنا الدوله الحق بتاع الدوله لازم يتاخد، فانت سامحته خلاص ما انت حر، لكن الدوله لازم تاخد حقها. اوكي، كانه انه الجزء الاولاني انه ربنا يغفر، لانه ده جزء من شخصيه الله انه غفور. لكن برضو ربنا عادل. بالظبط، مظبوط. ما ينفعش انه عدله ياتي على انه غفرانه ياتي على عدله، والا يبقى بنتعامل مع شخص مش صح. مظبوط. فهنا الكتاب بيقول بكل وضوح انه لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. وفي روميا 1:18 برضو يقول كده الكتاب بكل وضوح، يقول لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمها. يعني الخطية سببت غضب إلهي، وهذا الغضب معلن على كل الناس وعلى فجورهم وعلى اسمه. ولازم أنه الرب يحقق العدل الإلهي ده. فكتاب بيقول أجرة الخطية. الحقيقة أنه في العهد القديم عارفين قصة كلنا موسى والفصح اللي صنعه، وكلمة فصح في العهد القديم هي كلمة باس اوفر، يعني حد بيعدي حاجة فوتها يعني بيعبر على حاجة يعني. فاللي حصل انه ربنا فعلا عدى خطايا الناس اللي في العهد القديم، لكن عدى الخطايا دي مش معناها عدها انه هو خلاص عدها وهيسيبهم كده، لا، عداها علشان مستني الوقت اللي هيتحقق فيه عدله لما يجي المسيح.
فغفران الله للناس اللي كانوا في العهد القديم ده كان غفران على أساس حاجة جاية، وعلى أساس ذبيحة هتقدم. والذبائح طبعا اللي كانت بتقدم في الوقت دي كلها كانت عبارة عن رموز للذبيحة اللي هتيجي وهيتحقق فيها العدالة الإلهية. جميل. و يعني انا فعلا لغايه عشان واحنا بنكمل الموضوع ده، بس نفسي اقول حاجه، انه الذبائح اللي اتحطت دي ما كانتش ذبائح ناس حطوها، ده ربنا بنفسه اللي حط هذه الانواع من الذبائح. وطبعا هنعرف من الدراسه دي انها بتشير الى رموز ولا امور معينه. ف اللي احنا عايزين نعرف انه يمكن الامم اللي كانت بتحيط بشعب الله في الوقت ده هم كانوا بيعملوا ذبائح بطريقتهم، لكن نظام الذبائح اللي في ايدينا ده اللي ربنا حطه بنفسه. انا بس يمكن اشارك بآية في سفر اللاويين اصحاح 17 وآية 11 اللي بتقول ليه كان الفكرة بتاعت الذبائح، وليه كان ربنا كان حاطط هذه الذبائح لهذا الهدف. بيقول كده: لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن نفس. فكان هدف رئيسي من الذبيحة أنه تكفر أو تدفع، تعلن العدل الإلهي، فالشخص يقدر يقرب من ربنا في الوقت ده. لكن هو يعني السؤال بقى للناس ممكن يسألوه برضو نتناقش فيه مع بعض دلوقتي. الناس بتقول طيب ما نظام الذبائح حلو اهو، يعني ربنا اللي حطه، والآية بتقول انه اعطيكم اياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، فاذا الذبيحة دي كفرت عننا. طيب ما خلاص ما نكمل على كده. أنا عارف إن الخسران هو الذبيحة اللي إحنا نحتاج نذبح كتير كل مرة، لكن ليه الرب يسوع جه وقدم نفسه ذبيحة إذا كان نظام الذبائح كان موجود؟ الحقيقة إنه زي ما قلنا كده إنه الذبائح دي كانت رموز للذبيحة العظمى، الرب يسوع اللي هيتقدم. لكن قيمة الذبيحة دي حيوان، يعني حيوان، هل الحيوان قيمته هي قيمة الإنسان؟ هل يمكن أنه حيوان يبقى بيحل محل إنسان؟ لا، مش ممكن طبعا. كان لازم اللي يدفع الثمن إنسان، يعني ينفذ العدل مش في حيوان، لكن ينفذ العدل الإلهي ده في إنسان، حد الشخص يحمل خطية نفسه، أو واحد تاني يقول أنا أشيل هذه الخطية. فالكتاب بيقول لنا كده، في نقدر نقرأ مع بعض في عبرانيين 9:9 بيقول كده: الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح. كاتب الرسالة انه لحد الوقت الهيكل موجود وبيتقدم فيه قرابين وذبائح، لا يمكن من جهة الضمير ان تكمل الذي يخدم. الذبائح دي ما تقدرش انها تخلي ضمير الإنسان الخاطي يستريح، ما تقدرش تخلي أنه تفدي هذا الإنسان وتبقى مخليه أنه يقدر يبقى حاسس أنه اتدفع ثمن الخطية ده. لا، دي رموز كلها. ناخد آية كمان مع بعض في عبرانيين 10:4 يقول كده: لأنه، شوف الآية دي واضحة خالص، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطأ. مش ممكن دم ثيران وتيوس يرفع خطأ. كان لازم أن الرب يسوع يموت لأجله. بولس قال كده أنه بذل نفسه لأجلي، الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. فكان لازم الرب يموت. ناخد كمان آية بسرعة، عبرانيين 9:23 فبيقول كده: فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، يعني الحاجات اللي في الأرض دي اللي هي الخيمة والهيكل والحاجات دي تطهر بالذبائح الحيوانية، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل. ما ينفعش، لازم يبقى فيه
ذبيحة أعظم وأفضل من اللي هم كانوا بيقدموها دي، والذبيحة دي هي ذبيحة الرب. رائع. يبقى إذن كانت الذبائح دي كانت رموز وكانت بتحقق العدل الإلهي مؤقتا لغاية لما الرموز دي تكتمل في مجيء الرب يسوع. طب أنا يعني فعلا في آية قدامي دلوقتي أنا حطيتها في روميا 3:24-25 هقراها. بتقول كده: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره. والجزء اللي جاي ده ولا أنا كان عايز أقوله من الآية: من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، أو الخطايا الماضية. يبقى الرسول بولس هنا بيقول لنا نفس الكلام ده، بيقول لنا إنه كانت إنه الذبائح ما كانتش بترفع الخطايا، هي كانت بس بتحقق العدل الإلهي مؤقتا كرمز لما سيحدث بعدين. لكن أتاري بقى طول السنين القديمة ما كانتش الذبائح دي بترفع الخطايا، لكن جه اليوم كان لازم يموت الرب يسوع علشان يدفع ثمن خطايا ماضية وحاضرة ومستقبل. رائع. طيب ده 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 جميل جدا. طيب احنا العدل الالهي كان بي بي بيتحقق بذبيحة حيوانية، فاحنا اللي هي ممكن تكون ذبيحة الخطية او اللي هي متحددة بذبيحة الخطية. طيب ايه صفاتها؟ ايه صفات الذبيحة دي؟ وازاي كانوا ممارستها؟ وايه العلاقة؟ معلش انا اقولهم لك ورا بعض اسئلة، فايه العلاقة؟ ايه اللي نفذه الرب يسوع كذبيحة خطية لينا؟ فبس انا عايز اربط ذبيحة الخطية واللي حصل فيها مع اللي تممه الرب يسوع على الصليب. هو فعلا زي ما حضرتك قلت كده انه دي كانت رموز، والرموز دي مش هتشيل الخطية، لكن الرموز دي بترمز للذبيحة الكاملة اللي جاية اللي هتشيل كل الخطية. وزي ما حضرتك ذكرت برضو انه ذبيحة الخطية هي احد الذبائح الرئيسية. كان في 5 انواع ودي كانت احد الذبائح الرئيسية اللي هي بتشير الى تحقيق العدل. واحب ان احنا ناخد آية في عبرانيين 13:11 مع بعض، وبتكلمنا عن هذا الامر. عبرانيين 13:11. فبيقول ايه بقى؟ بيقول: فان الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية الى الاقداس بيد رئيس الكهنة تحرق اجسامها خارج المحل. فهو هنا بيتكلم عن يوم الكفارة. يوم الكفارة ده كان بيحدث فيه ذبائح، عدة ذبائح. وأول نوع من الذبائح اللي كان بتقدم في هذا اليوم هي ذبيحة الخطية. الرئيس الكهنة علشان يقدر يكفر عن خطايا الشعب بيروح جاي وجايب تيس وجايب سور. الأول بيجيب السور، وبعدين السور ده بياخده ويدخل بيه يقدمه ذبيحة عن نفسه. وبعد ما يقدم السور ده يروح يجيب تيس يقدمه ذبيحة عن الشعب، لأن هو ما يقدرش يخدم يقف عن الشعب أمام الله إلا لو هو يطهر نفسه. مظبوط. فهو كان بياخد في الأول السور ويدخل بيه ويقدم الدم بتاعه. وبعدين ما الرائع في القصة دي أنه أي حيوان يدخل بيه رئيس الكهنة إلى القداس كان لازم هذا الحيوان يتاخد ويتحرق بالكامل خارج المحل. فخلينا نقرأ مع بعض في عبرانيين 13:12. في عبرانيين 13:12 هنا بيحكي لنا القصة بتاعت ذبيحة الخطية. ذبيحة الخطية
كانت زي ما قلت لحضرتك كده بيقدموا دمها جوه في القدس وقدس الأقداس، بيرش الدم على التابوت، لكن ياخد الذبيحة نفسها بقى ويطلع بيها خارج المحلة، يعني خارج المحلة اللي قاعدة فيها الشعب، ويروح خارج المحلة دي يحرقها. طيب ليه بقى بيطلع بيها خارج المحلة؟ بيطلع بيها خارج المحلة لأنه الذبيحة دي أخذت خطية الرئيس الكهنة وأخذت خطية الشعب وأصبحت هذه الذبيحة نجسة، لازم ما ينفعش إنها تبقى داخل تتقدم داخل خيمة الاجتماع أو داخل الهيكل، لازم تتاخد بره المحلة وتتحرق بالكامل، يجي عليها الغضب الإلهي بالكامل. وده بالظبط اللي حصل في الصليب، الرب يسوع تألم خارج المحلة، طلع بره، وطلع بره وفي مكان اللي اسمه الجلجوسة، وتألم خارج الباب عنا علشان يقول ان هو ذبيحة الخطية، الذبيحة اللي اخذت خطايانا، يقول الكتاب كده البار لاجل الاسف، يعني انا كنت اسيم وكنت خاطي، هذا البار اصبح خطية لاجلي وشال خطيتي، ومش بس كده ده طلع بره المحلة من امام وجه الله، بدل ما يبقى جوه المحلة لانه شال الخطية، طلع بره المحلة بعيد عن وجه الله ويتنفذ في القضاء الإلهي. عشان كده زي ما كنا بنحكي قال له إلهي إلهي لماذا تركتني، لأنه طلع بره، طرد بره، داخل بره. يا فعلا يعني الخطية عملت أكتر من كده بكتير وعملت مشاكل كبيرة جدا، وشفنا ده يعني. فده اللي حصل، انه اللي حصل انه الذبيحه الرمز اللي هي الحيوانيه اللي في الاول كانت نفس الطريقه، تطلع بره وتتحرق لانها عليها خطيه، لان والخطيه خطيه مرض، خطيه يعني شريره جدا. يعني حتى كتاب المقدس هنا في كورنثوس الثانيه 5:21 بيقول لانه جعل الذي لم يعرف خطيه، ولم يعرف خطيه كلمه قويه جدا، دي حقيقه، الرب لم يعرف خطيه، خطيه لاجلنا كلمه صعبه، يعني خطيه يعني عار، يعني لعنه، يعني كل يعني رفض، يعني ابتعاد، يعني كل الامور دي. انا بس يعني قبل ما اذا كنا هنكمل في النقطه اللي بعد كده، انا بس كنت عايز اقول انه ده اللي حصل، انه احنا بنحكي النهارده عن مزمور 22، احنا بنحكي النهارده قربنا من الصليب وقربنا من الالام وقربنا من دفع ثمن غالي جدا، دفع انسان بار بيدفع ثمن غالي جدا علشان ايه؟ علشان يمكن واحنا بنتكلم انه كل واحد بيتكلم دي عشان خطية النجاسة او عشان خطية القتل او لا، الحمد لله انا مش كده، لا ده احنا بنتكلم على خطية زي ادم، ايه الخطية اللي عملها ادم؟ لا كانت قتل ولا كانت نجاسة، ده كانت كسر وسط ربنا، امر ربنا نهاية يعمله، قال له شوف اعمل كل حاجة الا ما تاكلش من الشجره دي. فاذا كسر وصيه كلفته انه طرد من الجنه، ابتعد عن قداسه الله. فاللي انا عايز بس اقوله هنا قبل ان الخطيه صعبه جدا وحاجه احنا يمكن نعملها ببساطه، بس اذا عايز اقول لمشاهديني اللي بيسمعوا النهارده، اذا عايز تعرف خطوره الخطيه، وعايز تعرف انه الكذب او كسر الوصيه او عدم الامانه او السرقه، وانت بتقول ربنا غفور، وانا عايزك تتامل في مزمور 22، انا عايزك تتامل في قصه صلب المسيح، انا عايزك تتامل في اللي بنحكي فيه النهارده، ذبيحه الخطيه والمحرقه اللي بتتحرق بره المكان لان عليها لعنه، انا عايزك تعرف ان هي دي خطيه الكذب. فلا تقدر الخطيه من وجهه نظرك، لكن قدر الخطيه من وجهة نظر ما فعل الله عشان يشفينا وعشان ينقذنا من هذا الأمر. وإذا كانت الخطية فصلتنا على الله عن الأرض، عايزك تبقى عارف كمان إذا إنه الخطية هتفضل تفصلنا حتى عن الله في الأبدية. فإذا كانت محبة الله
ظاهرة لينا في كل اللي بنسمعه من الآلام اللي تحملها. لازم ناخد الموقف بجدية، ولازم نتعرف على قساوة الخطية، بيوت اتخربت وناس اتدمرت ومخدرات وإدمان ومشاكل كبيرة من وراء الخطية. اعرف حجم الخطية مش من وجهة نظرك، لكن اعرف حجم الخطية من اللي عمله الله عشان ينقذنا من تأثيرها ومن سلطانها ومن قسوتها. طيب، يبقى إذن دي محبة عظيمة من ربنا، يعني دي محبة عظيمة من ربنا إنه يقدم لنا هذا الأمر. طيب دلوقتي، هل كده الأمر تحقق عدالة الله، ولا في حاجة تانية عايز تحكي لنا عليها؟ أنا عاوز أضيف على حتة يعني عدالة الله جزء تاني من الكتاب يعني. الحقيقة وأعلق برضو على النقطة اللي حضرتك اتكلمت فيها يعني. أنه الرب يسوع مات لأجل خطايانا، البار لأجل الأسمى. يعني الرب بيحبك عزيزي المشاهد، وبيحبك محبة عظيمة خلته يحتمل ألام صعبة جدا لأجل أنه ينقذك، لأنه الخطية أجرة الخطية موت. ولو أنت مش هترجع للرب وتعيش لي ومن قلبك وتتوب، هتكون النتيجة أن أنت هتحصد نتائج خطاياك، والرب مش عاوزك تعمل كده. يعني الرب عمل كل ده علشان أنت ما تشيلش أجرة الخطية بتاعتك. فتعال النهاردة للرب، وحتى لو أنت ضعيف، ولو حتى أنت عندك أمور عديت بيها صعبة، اتربيت بطريقة كانت مؤذية وخلتك ظروف هي اللي عملت فيك كده، الرب النهاردة بيقدم لك رسالة أنه حمل أجرة خطاياك، وأنت تقدر دفع الثمن في الصليب، وانت تقدر تطلع خلاص بعد ما كنت مديون تبقى مبرر غير مديون. وتقدر لو انت ركعت وصليت اثناء الحلقه دي واحنا بنتكلم، انت حياتك هتتغير وهتتولد من جديد وهتبقى انسان مختلف. والرب عزيز المشاهد بيحبك محبه، يقول كده محبه ابديه احببتك لذلك ادمت لك الرحمه. عاوز يرحمك وعاوز ينقذك وهينشلك من كل اللي انت فيه ايا كان شكله. فأنا يمكن وجهت كلامي للمشاهد، لكن أنا حابب أقول أنه الخطية العدل الإلهي كان لازم يتحقق في الرب يسوع. فحب أقرأ كمان آية تانية في رومية 3:25، حضرتك سبقت وذكرتها، وعاوز بس أشاور على جزء تاني في هذه الآية. بيقول كده، بيقول الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. يعني قدم الرب يسوع وجاب هنا كلمة اسمها كفارة، وكفارة هنا الكلمة دي بتحمل معنيين. المعنى الأولاني أنه حاجة احتملت، أخدت العدل اللي ما كانش اتحقق، قانون كسر والعدالة لم تأخذ حقها، فالرب جه وبقى كفارة. يعني أصبح هو اللي اتحقق في هذا العدل. فيقول كده الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. يعني لما تؤمن، لما الشخص يؤمن، المشاهد يؤمن بدم الرب يسوع اللي دفع، انه يسوع دفع ثمن خطاياه، خلاص الأمر ده هو كده الدفع الثمن، وهو مش محتاج يدفع ثمن. يعني لو انا مثلا، لو انا كنت مديون وحضرتك جيت مديون ب100 دولار، وحضرتك الاسيس نشأت جه وايه وراح دفع لي ال100 دولار، ما عدتش مديون خلاص. فهو نفس المبدا، الرب احبك ودفع الثمن على الصليب، بس كل الامر انه تؤمن. فبيقول هنا الذي قدمه الله كفاره بالايمان بدمه، وبعدين هنا بقى يشاور على النقطه اللي احنا في سياق حديثنا بقى، لاظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. زي ما كنت سبقت وقلت أنه ربنا تمهل على اللي قبل كده، على الناس اللي غلطت قبل كده وسامحهم، لكن سامحهم مش روح خلاص سامحتك وبس، لا، ده أنا سامحتك علشان هيجي وقت هنفذ العقوبة في شخص تاني. وعشان كده هنا بيقول لإظهار بره، يعني لازم الله يبقى بار.
فبر الله ظهر ازاي؟ ظهر في انه المسيح رفع على الصليب وجاء عليه العدل الالهي اتحقق فيه، والا الله لا يصبح بار. ازاي يقول لواحد مجرم انت مش مجرم؟ ما ينفعش، لازم المجرم يدفع الثمن. فهنا الرب يسوع دفع الثمن واصبح كفاره زي ما انا قلت، انه اتحقق فيه العدل الالهي. وانا استفيد من هذا الامر بالايمان بدمه، لما اصدق انه الدفع الدم ده كان الثمن لخطاياي، خلاص يبقى انا الدفع الثمن خطاياي، تبت. طبعا الكلام ده احنا لازم نبقى فاهمين انه ما فيش واحد هيتعامل مع المشهد اللي كنا بنقول عليه ده والالم والمحبه العظيمه دي باستهتار. يعني انا هاجي تايب واجي من واقف ضد خطيتي واجي بقول له يا رب انا خاطي، زي ما قال الابن الضال اخطات الى السماء وقدامك وما استحقش، لكن انت من رحمتك وحبك انت قبلتني. امين. طيب احنا معانا مكالمه دلوقتي، ف ونلحق فاضل بعد كده معانا 7 دقايق لكن نسمع المكالمه دي. الو الو مساء الخير استاذ نشأت. اهلا وسهلا، قول اسم حضرتك. نبيل. اهلا وسهلا استاذ نبيل، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ بمسي وسلم على الاسيس هاني. اهلا بيك. حضرتك كان ليا مشاركه صغيره كده. يا ريت اتفضل. في العهد القديم لما شعب ربنا خرج مع موسى واخطأ والعقارب سلطت عليه في الصحراء، قال لموسى، ربنا قال لموسى اعمل حية نحاسية وارفعها عليا، واللي يترس من الحية وينظر الى اللي يترس من من الثعبان يعني وينظر الى الحية النحاسية يبرأ. فده تشبيه كان برضو ليسوع لما علق على الصليب، كل من يتوجه إليه ويؤمن به يخلص من الخطايا ويبرأ من الخطايا ويكون مغفورة له خطاياه ويقبل إلى قدس الأقداس. يعني رائع جدا جدا جدا، مشاركة جميلة. مشاركة جميلة، مشاركة بسيطة يعني. ربنا يبارك. ما بين العهد القديم والعهد الجديد يعني. أشكرك، أنا يعني مشاركة جميلة، وفي الموضوع بتاعنا كمان بشكرك على مشاركتك الجميلة، وننتظرك في مشاركات قادمة في الحلقات القادمة إن شاء الله. الرب يبارك. شكرا. طيب. مع السلامة. سيس هاني في الدقايق اللي جاية، لأن مش هنقدر نكمل، موضوعنا كبير، وإن شاء الله بنوعد المشاهد إن احنا نتقابل تاني في حلقات ونخلص الموضوع ده مع بعض. لو في دقايق بسيطة، أنا يعني تأثرت قوي بالرسالة اللي حضرتك وجهتها للمشاهد، بكلمات تانية عايزك تقول لنا إيه النهاردة وتقول للمشاهد في نهاية الحلقة دي. عاوز أقول المشاهد ربنا بيحبك محبة أبدية، أحببتك ربنا بيحبك محبة عظيمة. وبولس اللي كان شرير وكان واقف ضد شعب الله وقتل ناس، يمكن انت عملت جرائم صعبة مأثرة على نفسيتك ومخليك تقول مش ممكن ربنا يقبلني بعد كل الخطايا اللي انا عشتها واللي انا عملتها والامور الصعبة اللي انا اقترفتها. لكن عزيزي المشاهد، محبة الله ليك محبة يعني عظيمة، والثمن اللي دفعه زي ما سمعنا ثمن ضخم جدا، مش حاجة قليلة. يعني ايا كان اللي انت عملته، الرب يسوع في الساعات اللي كانت على الصليب ده سكب عليه غضب الله اللي هيعيشوه الخطاة في بحيرة المتقدة بالنار والكبريت للأبدية. الرب زي جي عليه في 6 ساعات على الصليب وفي بستان جسيماني. عزيزي المشاهد، الرب بيحبك محبة عظيمة،
وكل اللي عاوزه منك انك تفتح قلبك ليه وتجيله وتقوله يا رب انا ضعيف وخاطي ومش عارف اصلح نفسي وحاولت كتير يمكن وفشلت ومش قادر احرر نفسي من سلطة الخطية، يمكن معرض لدراجز بتاخد مخدرات او واقع في نجاسة ومش قادر تبطل النجاسة، يمكن مش ملتوي في طرق تعاملك، في ممكن في الامور المادية، في امور في علاقاتك مع أسرتك، يمكن في خيانات زوجية في حياتك. الرب النهاردة بيفتح لك باب الرحمة والنعمة وبيقول لك ها أنا زي واقف على الباب وأقرع. النهاردة رسالة النهاردة زي خبط على باب قلبك، الرب بيقول لك تعالى تعالى أنا بخبط ومستنيك، زي ما واقف الآب وكان مستني ابنه يرجع من الكورة البعيدة، الرب مستنيك النهاردة، تعالى صلي معانا. ويمكن الأسيس نشأت يبقى يقودنا كده في صلوة أنه ندي حياتنا للرب. أو بس في مكالمة، أنا بقى بشكرك يعني فعلا وفاضل معنا دقيقتين بس، جات مكالمة نحب نستقبلها برضو. مش عارف إذا كان لسه حد على الخط. ألو ألو، مساء الخير يا أسيس نشأت. اهلا وسهلا، مين معايا؟ نيفين. اهلا وسهلا، ازيك؟ نيفين عازر. اهلا وسهلا، بتتكلمي منين يا اختي نيفين؟ انا بتكلم من كندا. ايوه، من البرتا. ايوه، مرحب بيكي، اهلا وسهلا. احب اطرحه في البرنامج، عندي سؤال صغير. اتفضلي. كتير لما بنحكي مع ناس ونقول لهم عن غفران الرب على الصليب، بيكون في رد انه ازاي ده يكون عادل انه حد تاني ياخد مكان حد، يعني ده مش من العدل ان حد ياخد مكان حد تاني، فازاي ده يكون الغفران اللي ربنا بيقدمه؟ ما ربنا يقدر يغفر من غير ما يحط حد مكانه، فازاي يكون ده عدل انه حد تاني ياخد العقاب بدل الشخص نفسه؟ انا بشكرك، سؤال رائع جدا. كنت اتمنى اختي نيفين انك تكلمينا من بدري شويه، احنا مش هنقدر نجاوب ده دلوقتي. انا اوعدك في اقرب حلقه والاسيس هاني معايا هنجاوب، لكن انا ممكن يعني بسرعه اقول انه هو عدل لما الشخص يبقى بحريته وباختياره انه يعمل كده. ف يعني انا لو انا عايز ادفع ديون حد انا ما عملتهاش وانا اللي اخترت، فده عدل بالنسبه لي انا، يعني انا ما حدش فرض عليا اعمل، لو حد فرض عليا ابقى اقول ان ده مش عدل. لكن بشكرك جدا، سؤال رائع ومشاركه جميله، وانا مبسوط ان يبقى فيه كمان من اجزاء مختلفه من كندا ومن خارج كندا يبقى في تواصل معانا، وربنا يباركك. شكرا يا سيدي. احنا خلاص بنختم الحلقه، فعلا الوقت وصلني ان احنا ما عادش عندنا حتى ثواني، لكن رساله ربنا واضحه ليك النهارده. مش ممكن كنا نعدي مزمور 22، مش ممكن كنا نعدي موضوع ذبيحه الخطيه والام مبرحه وكل الالام دي من غير ما نسمع رساله النهارده بتقول لنا لا، نرفع ايدينا لربنا النهارده نقول له يا رب احنا بنتوب قدامك وبنيجي جنب المصلوب، بنيجي زي اللص كده اللي سمع المسيح يغفر للعالم، يا ابتا اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. سمع كلمه الغفران وجه على طول هو على الصليب قال له انا عايزك اذا كان الغفران ده بيشملني فيا رب اذكرني متى جئت في ملكوتك. ربي يبارككم، وبنشكر فريق العمل اللي نقل الحلقة دي من كندا، ونلتقي بيكم الأسبوع القادم إن شاء الله. بنشكر ضيفنا الأسيس هاني، وبنتوقع أن احنا نكمل الموضوع ده في أسابيع جاية. ربنا يباركك ونشكركم لحسن استماعكم، ونراكم الأسبوع القادم إن شاء الله. وعشنا.